إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الخاص. تغطية مستمرة دائما في إطار تتبعنا لقضية القيدة غيتا. احنا الآن كنتواجدوا في الدار البيضاء. أنا الآن كنتواجد في درب عمر وغادي نمشي إن شاء الله العين السبع للمحكمة الابتدائية باش نشوفوا القضية ديال القيدة غيتا فين وصلت وشنو الجديد ديال القضية من أمام المحكمة، لأنها اليوم إن شاء الله سوف يتم تقديمها أمام أنظار السيد وكيل صاحب الجلالة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. كيف ما كتعرفوا على أن القيدة غيتا متابعة بالفصل 447 الفقرة الثانية، حيث كيف ما كتعرفوا على أن الفقرة أو الفصل 447 فيه ثلاثة فقرات. الفقرة الأولى كتقول بأن كل من قام عمدا أو بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، العقوبة هنا كتكون السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 20000 درهم مشاهدينا الكرام. ويعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من قام عمدا بأي وسيلة بالبث أو تسجيل أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، العقوبة ديالو كتكون نفس العقوبة. هذه الفقرة الأولى ديال القانون 447. والفقرة الثانية اللي هي متابعة بها القيدة غيتا هي الفقرة الثانية من القانون 447. شنو كيقول القانون 447 الفقرة الثانية؟ كيقول بأن كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صوره دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، فسوف يتم معاقبته بالحبس من 1 إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 2000 درهم مشاهدينا الكرام حتى 20000 درهم. والفقرة الثالثة من الفصل 447 الفقرة كتجمع ما بيناتهم بجوج، ما بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، ويعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447 الفقرة الأولى و 447 الفقرة الثانية في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخطيب أو أحد الفروع أو أحد الوصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو المكلف برعايتها، يعني وهذا الشيء أو ضد المرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. يعني هذا هو القانون 447 المتابعة به القيدة غيتا، متابعة بالفقرة الثانية اللي قلت لكم قبل. إذا مشاهدينا الكرام احنا الآن غادي نتحركوا للمحكمة باش نتلاقاو مع السيد المحامي المحترم ونتلاقاو مع الأطراف ونصوروا الكواليس ونشوفوا شنو واقع. وهذا الشيء كامل مشاهدينا الكرام صراحة من بعد ما بحثت لقيت بأن ما كاينش شي واحد داخل بخيط أبيض ما بين جميع هاد الأطراف. اللي داخل كل شيء باغين كلشي عجبهم هذا الشيء وكلشي باغين هذا الشيء طوال وهادي، وانا صراحه ضد هاد الفعل ضده. لهذا انا غادي نحاول انني واخا هذا الشيء فيه المشاكل مشاهدينا الكرام ولكن نحاول انني ندخل بخيط ابيض ما بين هؤلاء، ندخل ما بيناتهم بخيط ابيض وغادي نتكلموا مع جميع الاطراف باش يكون هناك تنازلات ان شاء الله وتخرج القيدة غيتا ان شاء الله. خصوصا صراحة ان احنا لبعد ايام قليلة من عيد الاضحى وبغينا تدوز العيد مع والديها، وايضا نرغبوا حتى العائلة ديال القيدة غيتا باش حتى هي دير تنازلات المشتكى بهم، وايضا نرغبوا حتى رضا ولد الشنويه باش حتى هو يدير تنازل المشتكى بها ويتم الصلح ما بين جميع الاطراف وتكون النهايه ان شاء الله لهذه القصه نهايه سعيده. وفي الاول وفي الاخير حنا تعلمنا من هذه القصه بزاف ديال الحوايج، تعلمنا منها بزاف ديال الحوايج اللي غينفعونا في الحياه ديالنا، وهذا الشيء هذا كامل النهايه ديالو خص يكون فيها العبره، والعبره بالخواتم
والخواتم خاصة تكون فيها نتيجة إيجابية ماشي نتيجة سلبية مشاهدينا الكرام. لهذا بقوا معنا، غادي نمشيو للمحكمة وناخذ لكم الجديد ونعرفوا شنو واقع في القضية ونحاولوا أن هناك يكون صلح إن شاء الله ما بين جميع الأطراف كما قلت لكم مشاهدينا الكرام. بقوا معنا، احنا ديما معاكم. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى دائما في إطار تتبعنا القضية القيدة غيتا ونزار السبيتي ورضا ولد شنوية وندى حاسي. القضية اليوم فيها الجديد، الجديد بما يفيد معنا ومعكم مشاهدينا الكرام محامي القيدة غيتا الأستاذ محمد السناوي. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، كيف حالك سيدي العزيز؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. ماشي مزيان؟ الحمد لله. مجموعة من المتتبعين ديال هذه القضية يعرفوا الجديد، خصوصا وحنا اليوم بعد الجلسة وأمام المحكمة الابتدائية مدينة الدار البيضاء حصريا عندكم السي محمد الأستاذ السناوي، ونعرفوا الجديد ديال قضية القيدة غيتا. حقيقة لا جديد مهم يذكر اليوم، لأنه فقط اليوم اكتفينا بتسجيل مؤازرة ديالي أنا شخصيا الأستاذ محمد السناوي عن السيدة الملقبة بالقيدة غيتا، والتمسنا أجل طلاع وإعداد الدفاع. استجبت المحكمة الملتمس ديالنا وأخرت الملف 6 جويلية 6/7/2022. هاش مجموعة من الناس كانوا كينتظروا على أن يكون هناك صراح مؤقت، خروج القيدة غيتا بكفالة، لكن للأسف لم نشاهد هذا الأمر. لا، ما ارتئينا أننا ما نلتمسوش الصراح، لأنه بغينا احنا يكون حكم في الشكل اللي مجدي ليه الملف ديالنا ان شاء الله، ويكون حكم نهائي والخروج ديالها ان شاء الله بحول الله. كان حضور ديال الطرف الثاني موضوع نقاش؟ حضر المحامي فقط، المحامي ديال الطرف المدني اللي حتى هو بدوره التمس اجل. وفين وصلت القضيه من ناحيه ديال الشكايات اللي دايرين بالخصوم ديالكم او للطرف الثاني؟ انا ماشي انا شخصيا اللي وضعت الشكايات، لان 4 ديال الشكايات موضوعين في المكناس، وضعهم الزميل ديالي المحترم الاستاذ نبيل النوري، هو اللي وضع هذيك الشكايات وزودني بنسخ منها بطبيعه الحال. المعلومات اللي عندي هو انه السيد وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بمكناس احال تلك الشكايات على الضابطه القضائيه. الضابطه القضائيه تقوم بمهام ديالها، الان هي في اطار الاستماع للاطراف المشتكيه بطبيعه الحال، ومن اللي غتنتهي من الاستماع للاطراف المشتكيه غادي تدوز لو دوزيام فولي اللي هو الاطراف المشتكى بهم. الا كانوا كاينين موجودين في العناوين اللي هما يعني مسجلين في الشكايات راه غادي يستمعوا لهم بطبيعه الحال، وغيبقى القرار الاخير للنيابه العامه المختصه. الا ما لقاوهمش ولا هذا، كيف قلت جوابا على السؤال ديالك في الحوار الاول يوم السبت الا ما خانتنيش الذاكره، حول انكم كمؤسسه كاعلاميه اللي هي الوان نقوم سمعتوا بانه بعض المشتكى بهم غادروا ارض الوطن او فروا. اذا كانت هذه الصوره هذه انا جاوبتكم وقلت لكم مازلت ناكد عليها، اذا كانوا في حاله فرار بطبيعه الحال لا يسع الضابطه القضائيه المختصه الا ان تحرر مذكره بحث في حق كل مشتكى به غير متواجد في المكان او في العنوان الرسمي ديالو. خصوصا ان الطرف كان اتصل بنا حتى هو وكان جاوب وكان قال بان القيدة غيتا يعني مصطلح القيدة غيتا ولا باش النادي هو قيدة غيتا ولا هي تعطي راسها الصفة ديال القيدة غيتا، هذه في حد ذاتها انتحال صفة. وكان قال لكم أستاذ أيضا بأنكم شهرتوا به وبأن ما عندكمش الحق، واحد المجموعة من الأشياء اللي كان قال. أكيد أنك سمعتي الحوار، واش عندك شي رد؟ أولا المؤازرة ديالي الملقبة بالقيدة غيتا وهذا واقع، لأنه مسمية في السوشيال ميديا بالقيدة غيتا، لكن هذاك الطرف لاحظ أنا ما تنقولش الاسم باش نكونوا واضحين، لأن رجل قانون وتنعرف شنو تنقول، وكل مصطلح تنقوله تنحطه في الخانة اللي تتستحقه. أنا تنعرف شنو تنقول. إذا هذاك الطرف
اللي خرج للسوشيال ميديا عبر القناه ديالكم وتكلم بانه انتحال صفه. اولا السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه بالدار البيضاء ما تابعاش انتحال صفه، ما كايناش متابعه في الملف ديال انتحال صفه، فقط في المخيله ديال الطرف اللي طلع عندكم وتكلم. ثانيا انا تنقول له رجاء منك سيدي ارفع بيا شكايه، إلا اعتبرتي أنني شهرت بك سير اتصل بالمحامي ديالك واعطيه الحوار اللي جرى بيني وبين مسير القناة ديال أنوار نكوم، وإلا تبين بأنني شهرت بك أنا أترجاك دير بيا شكاية، ولكن حذاري أنك دير شكاية وما يكونش فيها تشهير، لأنه ما غنطلقش منك، غادي تكون ضدي انا شخصيا، لان هذه سمعتي وهذا 35 سنه ديال المهنه غادي تلطخها بشكايه لا تمت للقانون باي صله. انا ما تكلمتش على اي اسم كيفما كان نوعه، واعتقد الحلقه راها تبارك الله سمعوها عدد كبير ديال المتتبعين ديال القناه المحترمه ديالكم، وانا قريت تعليقات ديال الناس تيقولوا عندك راه الاستاذ السناوي راه ما جبتش الاسماء. انا ما جبتش الاسماء، ولا اعتبر ان الكلام ديالي فيه تشهير، انا اقولها للمره الالف رجاء ندير بيا شكايه، لانني انا ما نصلحش نكون رجل قانون، و35 سنه اللي دوزتها في مهنه المحاماه تنعتبرها بانها هي والعدم سيال. ولهذا اللي بغى يخرج من فمه شي حاجه خصو يكون قدها وخصو يتحمل مسؤوليتها، راه ماشي السناوي اللي تجي وتلعبوا له على كتافه. اكيد اكيد راه اعتقد بان الاسم تعرفوه، انا ما تنشكرش راسي ولكن هذا واقع. الله يخليكم، كل واحد يلتزم حدوده، بيني وبينكم قضيه معينه سنترافع فيها وسيصدر حكم عادل بشأنها وانتهى الامر. انا هاد الناس ما بغيت نعرفهم لا في الدنيا ولا في الاخره، لانني ماشي ضروري نعرفهم ولا يعرفوني، ولكن الى دقوا الباب ديالي بابي مفتوح، مرحبا به. باش نستافدوا جميع استاذ السناوي مادام اننا جمعتنا الصدفه بك اليوم امام المحكمه، المساله ديال اللقب، الشخص يلقب نفسه في الفيسبوك مثلا القايده غيتا، القائد، البرانس، كاين اللي كيسمي راسو الملك، كل واحد شنو كيطلق على راسو في السوشيال ميديا، واش هذه المساله دي قانونيه ولا لا؟ هذه القاب، سميتو لقب. سميتو لقب. المرحوم عبد المجيد الظلمي كنا تنقولوا ليه، وحنا حنا لعابه في الرجاء تنلعبوا في الرجاء في الثمانينات، كنا تنسميوه المدير، كنا تنسميوه الميسترو، كنا تنسميوه بزاف ديال الامور. لقاب. لو كان هاد المساله فيها خرق للقانون، لو كان الاداره ديال اليوتيوب غتنبه صاحب القناه تقول له حذف هاد المساله لانه ما كايناش. نعطيكم مثال اخر، وانا من زمان يعني في الشباب ديالي كنت تنبغي شاب مامي. شاب مامي كانوا تيسميو ملك الراي، وشاب مامي ملك. واش عمركم شفتوا شي قايده ديال بصح اللي خارجه من ليكول دي كادر وتابعه الوزاره الداخليه عندها قناه السوشيال ميديا؟ ابدا. اذا هذا كلام فارغ، تيعلقوا الشماعه ديالهم على كلام فارغ لا اساس له من الصحه، ودليلنا جميعا على ذلك هو ان السيد وكيل الملك بهذه المحكمه الزجريه بالدار البيضاء ما تابعهاش بانتحال صفه. عرفتي شنو هي انتحال صفه؟ هي انك تمشي عند الناس مباشره وتقول ليه انا قايد في الملحقه الاداريه الفلان الفلانيه، شنو عندك انا نصوب ليك؟ هنا في انتحال صفه والنصب وبزاف ديال الامور. اما انا تنسمي راسي القايده، انا قايده ديال راسي، انا مليكه ديال راسي، انا شي حاجه تنعشقها وتنسمي راسي بها او تيسميوني الناس. بين قوسين سمحهم الله بعض المتتبعين في السوشيال ميديا تيقولوا الاستاذ السناوي عنده ليب اليوتيوب. دابا انا عنده ليب، دابا هو لقب، دابا بان ليكم بانه انا عنده ليب. عنده ليب في القانون، عنده ليب
كان اللقب ديال عبد الحليم حفيظ الله يرحمه عندليب. شكون هو العندليب؟ هو ذاك العصفور الذي يطرب بصوته مسامع العامة أو الأشخاص أو الناس أو صاحب ذاك العصفور. واش أنا عصفور؟ ولكن الناس تلقبوا هذا لقب ما عنده حتى علاقة. الناس تلقب كاين واحد القناة سميت الحكومة هذا لا يهم، ولكن هي ملقبة راسها الحكومة. شنو هو المشكل؟ الخطير هو أنه تلقى في الجيب ديالي وثيقة اللي فيها الصورة ديالي وسميتي وكنيتي والمهنة قائد. هنا تزوير، هنا انتحال صفة، هنا تتاخذ اللبوس القانوني ديالها وتتمشي الاتجاه اللي خاص الإنسان يمشي له. هذا من جهة. ثانيا هذاك الفانتازيا، يعني شنو تقولوا لها بالعربية، الحركة ديال الخيل، هذاك الذي يقود الحركة تقولوا لي قائد السربة، هذاك قائد قائد بالاصطلاح الفعلي والقانوني دياله، هو يقود واحد الفيلق ديال الخيالة تديروا فانتازيا، ماشي قائد ولكن تسميوه قائد. فهمتي؟ هو لقب ماشي اسم، وأدعي أن مهنتي قيدة. لا، إذن هي متابعة بالفصل 447 الجزء الثاني الفقرة الثانية، ونعلم جيدا أن العقوبة ديال القانون 447 تقدر تبدأ من سنة إلى 3 سنوات سجنا أو لغرامة مالية من 2000 درهم حتى 20,000 درهم. في حالة ما إذا كان تنازل مع الطرف الأول أو الثاني أو كانت هناك تنازلات، واش غنقدروا نشوفوا القيدة غيتا خارج الأسوار السجنية، ولا مع ذلك سوف يتم محاكمتها طبقا للقانون؟ لا، هو إذا كان تنازل من الجهة المشتكية سوف يرفع عن المؤازرة ديالي الملقبة بالقيدة غيتا حالة الاعتقال، لأن هذه ماشي جريمة ديال الحق العام، هذه جريمة شخصية. يعني كان فعل جرمي ارتكب في حق شخص معين، وأن التنازل دياله يمكن يوضع حد الاعتقال ماشي العقوبة. قد تكون عقوبة موقوفة، ولكن لما كانش اعتقال وإن ثبت على المؤازرة ديالي أنها فعلا قامت بالفعل الجرمي، فالقضاء كفيل بأنه يقول الكلمة دياله في حقه. إذا كنت طرحت سؤال على أولا ملتمس الرضا والشينوية، وقلت لي بأن من الأحسن أولا نرجوك أنك دير واحد تنازل القيدة غيتا، ويكونوا تنازلات وتكون نهاية ديال هذه القصة، هذه نهاية سعيدة، لكن للأسف رفض. هذا حقه يرفض، من حقه إلى اعتبر راسه فعلا تضرر من الأقوال اللي منسوبة للمؤازرة ديالي، لكن هناك أقوال وأقوال مضادة. احنا غادي نشوفوا في مجريات القضية حينما تكون القضية جاهزة للمرافعة، غادي نبينوا شكون البادي، شكون اللي بدأ في الفعل وشكون اللي دار ردة الفعل. كل واحد يتحمل مسؤوليته. بغى يتنازل لهذه السيدة هذه مرحبا، أنا ما عندي إشكال. ما بغاش يتنازل، أنا تنقولها وتنأكد هذا حقه، ما يتنازلش، وما تنظنش أنه ضروري يضغط عليه شي حد أو يستعطفه شي حد باش يتنازل. أنا تنقول هو والضمير دياله هذا عبث، هذا السب والقذف والتشهير، هذا العبث أقولها وأعيدها رجاء من جميع مستعملي السوشيال ميديا، لا أصحاب قنوات ولا متتبعين، أن يترفعوا عن مثل هذه الأشياء، لأنها لا تضرهم فقط هم شخصيا، ولكن تضروا سمعة البلد، تضروا السوشيال ميديا بصفة عامة، وتعطيوا واحد الصورة على المستوى ديال المواطن المغربي، صورة منحطة، صورة مقززة، صورة اللي ماشي احنا، ماشي في تربيتنا كمغاربة، ماشي في ثقافتنا كمغاربة، أننا نكونوا تنشهروا بعضياتنا وتنشتموا بعضياتنا وتنسبوا بعضياتنا، لأنه الحياة فيها أشياء
أخرى مهمة جدا اللي ممكن نناقشوها على أننا نطلعوا ونبداو نتبادلوا السباب والقذف والتشهير فيما بيننا. كاين ناس للأسف بعض المتتبعين الذين لا يحلو لهم إلا أن يسمعوا مثل هذا الكلام. فالناس أصحاب بعض أقول بعض أصحاب القنوات اللي تتهمهم يعني عدد المشاهدات عدد ديالي لايك للوصول إلى الحصول على مبالغ مالية مهمة من إدارة اليوتيوب، ولكن أعتقد بأن سمعة البلد وسمعة المواطن المغربي أهم بكثير من أي مبالغ مالية يمكن أن أجنيها على حساب سمعة بلدي وسمعة بني جلدتي. اخيرا استاذ باش ما نطولوش، طلع شويه لفوقك الله يرضي عليك، بالنسبه للرياضه والتشنويه الان خارج ارض الوطن، واش ممكن يدير التنازل رغم انه في الامارات في حاله ما اذا تم الصلح وكان هناك تنازل؟ لا، من حقه يدير تنازل واخا هو في الامارات، واخا في الامارات يدير تنازل ويحرروا ويصادق عليه في السفاره المغربيه ويبعثوا عن طريق البريد المضمون او دي اش ال او فيديكس، ولكن انا لا انتظر منه ولا اطلب منه تنازلا، فقط لانه انا ماشي هو هذا السيد المشتكي، هو بينه وبين ضميره، هو بينه وبين العلاقة اللي تتربطه مع هذه السيدة اللي هي معتقلة. إلى حكم العقل والحكمة فأنه يتنازل في هذا الوقت يعني المهم جدا، لأنه نحن على أبواب عيد الأضحى، هذه العائلة تتبغي تكون مجموعة مع جميع الأفراد ديالها. الإنسان كيفاش ينظر غدا لهذه العائلة من قوصة عندها واحد البنت في السجن، كيفاش هذا العيد غادي يدوز، كيفاش هذا المسائل، يعني التنازل فيه خير أكيد للجميع. هادشي باش كنطالبوا للجميع. وانا تنقول له سيدي لك ان تتنازل ولك ان ترفض التنازل، وهذا حق خالص لك وليس لغيرك ان شاء الله. استاذ شكرا جزيلا على الاسئله او الاجوبه التلقائيه ديالك وعلى الصراحه ديالك وعلى حسن الاستقبال. شكرا جزيلا استاذي الله يخليك. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي القصه كامله وهذه هي الخلاصه ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم امام المحكمه، ولازلنا نطالب بالصلح ثم الصلح ثم الصلح، والصلح خير مشاهدينا الكرام، لكي تكون نهاية هذه القصة سعيدة. نلتقي بكم قريبا إن شاء الله. إلى ذاك الحين إلى اللقاء.